بونجور مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل انحاء العالم، بتمنى ان تكونوا عم تمضوا اجمل الاوقات برفقتنا. بنتابع اللايف مع ايت سمارت واليوم معي رندا فهد، واليوم موضوعنا الاساسي عن الفرق بين خل التفاح والخل البلساميك. فينا نقول هيك صباح الخير رندا، صباح النور، كيفك اليوم؟ كثير منيحه نشكر الله. اليوم مثل العاده نهار التنين، بتجيبي على سؤال من اسئله المشاهدين، وكمان عندنا اكيد خبريتك وموضوع. يلا رح نذكر مشاهدين دائما فيهم يتابعوني على الانستغرام رندا دنيا فهد او على الفيسبوك بيج ار دي اف، تحطوا لايك تكونوا عم بتتابعوني. بس من الاسئله اللي لفتت نظري انه دائما الاشخاص بيسالوني اياها هو عن الرمان، وهل الشخص اللي عنده مشكله كتام هو ما في ياكل رمان؟ هلا مثل ما بتعرفي مع البزر يمكن هي الرمانه قديش هي مهمه، فيها موانع تاكسد بتعقد، وقديش هي فيها فيتامين سي وصحيه لنا. بس بدي احكي عن شغلتين هن هيك بنقزوا بالرمان. اول شغله المشاهدين يمكن ما بيعرفوها انه هي بتحتوي التانينز اللي اذا كترنا منها معقول تصفر الاسنان، فمنيح نحن اذا بنشرب عصير الرمان بنحس هيدا الشيء، بتعمل مره مزبوط. فمهم اذا عم نشربه كعصير نكون عم فرش اسنان، او بعد ما عم ناكل الرمان نكون عم فرش اسنان. هيدي شغله. الشغله الثانيه انه البزر بالرمان بيحتوي الياف، يعني مفروض انه هو يكون عم يساعد بالكتام. الشغله الثانيه انه هو بيحتوي على البروبايوتكس، حتى اللون الابيض بالرمان اللي هي كثير مره اللي هي نوي ناكلها، بس الاشخاص اللي بيقدروا ياكلوا شوي منها فيها بروبايوتكس. ولكن مزبوط اذا اكلنا كثير رمان وهو البزر، يعني عم ناكل نحن البزر، فرح هول البزر لانه هن ما عم يتهضموا رح يكونوا عم يتجمعوا، هيدا الشيء رح يكون عم ياثر سلبا. فما بيقدر واحد يفوت على التواليت. فاي جواب بيعمل كونستيبيشن، بس اذا كميه صغيره مش مشكله. وبيعمل ستيفاني في ناس كثير حساسين، في ناس اصلا عندهم مشكله كتام قويه، هول الاشخاص رح نقول لهم لا يتفادوا مع البزر، بس فيهم يشربوا الجوس 100%. اوكي، خبريتك لليوم؟ خبريتي لليوم العلاقة بدراسة عملت بلندن، ودراسة عملت على تقريبا 20 سنة هي، وضمنت رجال ونساء، وإلها علاقة بالتدخين والأكل. فكانوا هون مقسمين الاشخاص، عندك اشخاص اللي هن مدخنين وغير مدخنين، وكانوا عم يشوفوا هالاشخاص طريقه اكلهم كيف هي. وتبين انه الاشخاص اللي بيدخنوا هول الاشخاص ما بيلقمشوا، بياكلوا وقعاتهم. واحد بين، هلا لا احكي على النيجاتيف ثينكس، لا لكم شو الفكره، تبين انه هول الاشخاص ما كثير بياكلوا حلو، خصوصا بين الوقعات. اوكي، ولكن المدخن بوقعاته بياكل مالح اكثر، بياكل مقالي، واوقات بحب ينهي اكلته بشقفه حلو. مثل ما كنت عم اقول انه هن كمان مش على الزهق بياكلوا. طبعا ليش؟ لانه هن على الزهق هون عم بيكون عم يدخنوا. هلا ليش انعملت هالدراسه؟ انعملت حتى نحن اذا بدنا نطلب من الاشخاص يوقفوا التدخين، شو رح يصير باكلاتهم هون؟ وبتعرفي انت ستيفاني الاشخاص بتوقف التدخين بنصحوا دغري، بيقولوا ما رح اوقف تدخين لانه بنصح ما حتى ما نزيد. فهون بس انا بتجي لفتت النظر انه انتم وقتها كنتوا عم تدخنوا ما كنتوا عم تلقمشوا، خلينا هالعاده نكون متمسكين فيها. انتم ما كنتوا عم تاكلوا لانكم زهقانين، نكون مساكين بهيك. طبعا نحن كمان بنقول لهم للاشخاص انه يكونوا، لانه هن كانوا عم يمسكوا السيجاره، فبدل مسكه السيجاره يكون في مسكه مثلا قلم عم يشتغلوا فيه، عم يرسموا، بركي صناره عم يشتغلوا فيها، يعني شيء يكونوا عم يحركوا ايديهم فيهم بدل مسكه السيجاره. وانا اللي بدي اقول لكم اياه، اهم شيء وقت نوقف التدخين نروح عند اخصائيه تغذيه تساعدنا، تساعدكم، بدنا نساعدكم كيف تكون تاكلوا. والرياضه كثير مهمه حتى تضل والرياضه حتى يضل عندنا الميتابوليزم يضل ماشي بالطريقه المضبوطه. اوكي، فهيدي كانت هيك دراسه مهضومه انعملت مثل ما قلت ليش، حتى يبين بعدين انه كيف نحن بدنا نساعد المدخنين وقتها يوقفوا التدخين، كيف بدنا نكون عم نساعدهم حتى ما يكونوا عم يزيدوا بالوزن، او حتى ما ياكلوا الاكل كمان اللي هو الاكل الغلط. خلي التفاح موضوع شاسع، مظبوط، كل العالم ما ايه، وما بيعلي الانسولين بالدم،
قبل الاكل اذا لازم ناخذ مع كبايه مي، بس لازم نشرب مع شاليمون لانه بننزع اسناننا. شو كمان؟ بيشيل الريفلكس. بيشيل الريفلكس، واللي عنده ريفلكس بيتضايق اذا اكل خل. بروبايوتكس شو القصة؟ خبرينا نورينا. سو نحن وقتا نحكي خل ستيفاني، يعني إذا كان خل تفاح، إذا كان خل البلزاميك اللي هو جاي من العنب، من محل ما هو مصدر، يعني هو مخللينه، يعني عاملينه خل. وقتا صار التفاحة أما العنب أما إلى آخره بالفواكه صارت خل، يعني هون عندنا شيء اسمه أسيتيك أسيد. فهي الفكرة كلها عم تدور حول هالأسيتيك أسيد من ميل، والميل الثاني عم تدور بالبروبايوتيك اللي هن موجودين. سواء كمان هاي فيرمنتيشن تخلل. بيعمل جود باكتيريا لانه بالكتيريا. بالكبيس كمان في 100%. فهون عم يكون عندك حتى يصير في هالفرمنتيشن في عندنا البكتيريا الجيده. فاذا هول اثنيناتهم هن موجودين، هيدا الاساس اللي بدي احكي عنه. هلا رح روح على الخل والاشياء اللي انت كمان ذكرتيها. فاذا هل عندي سؤالين؟ يلا. في جاميز منيح ايه كمان بيعطوا نفس الايفكت، وفي حبوب مظبوط. حبوب تبلعيهم فيك تشتريهم من الفارماسيز. هل هو اللي منيح؟ بس هيك هلا يلا. لكن وقتا نحن ناخذ هيدا الخل مثل ما قلت، سالتي انه كيف نحن بدنا ناخذه. طبعا الخل كمان هو اسيدي، فاكثر شغله انا رح الفت نظر انه هي معقول تاذي الاسنان، مشان هيك نحن بنقول بندوبهم بالمي، ومشان هيك حتى الكميه اللي بدنا نستعملها ما ضروري تكون كبيره. ملعقه صغيره، ملعقه صغيره بقلب كبيت المي، مش اكثر. كم مره بنهار هلا لاحكي كمان هل هو منيح للكل مش منيح؟ هل هو بيوطي السكري؟ فرح جاوب اول سؤال، هل هو بيوطي السكر بالدم؟ انتو اذا هو ما رح يوطي السكر بالدم، بس نحن اذا ما رح يعلي امتن. اذا اكلتي اكله بس لحمه وشربت الخل كرمال تحافظ على السكر ما بيأثر. ما نحن بدنا نعملها وقت ناكل في شيء في نشا. مزبوط. نحن وقت ناكل اكله فيها نشا، وهي شغله يمكن انا قلي بقول لكم اياها من شي 10 سنين تقريبا. وقت ناكل اكله فيها نشا هون اذا اخذنا معها خل، ومثل ما برجع بقول حيلا نوع خل بيشتغل نفس الشيء، اذا اكلنا هون معها خل ما راح تعلي الانسولين بسرعه. اوكي، فهيدي هي اذا دغري اخذنا نحن عملنا فحص. طب اذا اخذنا سيترون اخذنا حامض كمان في اسيتيك اسيد، وكمان هو منيح. هلا عم بعمل مشان هيك عم قول هيدي الفكره. فاذا الفرق انه الجود بكتيريا اللي هي موجوده بالخل وهي منا موجوده بالحامض. هيدا الشيء البسيط. هلا فاذا هون للسكر هل هو بيضعف؟ الجواب هو نفس الفكره، هو مش اخذته واكلت كثير بضعف، هو وقتها اخده مع هيدي الوقعه اللي بيصير انه قبلها. هلا رح احكي اذا للضعف مثلا في ناس بياخذوا الكبايه دغري قبل وفي ناس دغري بعد، يعني فاذا هي وعم تتهضم بدك تكوني عم تاخذيها. وهلا بحكي للريفلكس ثلاث اشياء بدي مهمين. بس في ناس بياخذوها على الريق اوكي وبيشربوها يعني مع بلا ما يدوبوها بالماء. اول شيء على الريق ما لها معنى، خلصت يعني هيدي بدون الاكل ما تاخذوها عليه. ثاني شيء اوعى تاخذوها بدون ما تكون دوا بالماء، او بدون ما تكونوا حاطينها بقلب السلطه او بقلب اكلاتكم او بقلب نقعاتكم، لانه شغلتين معقول تاذي الاسنان ومعقول تاذي التم والمريء كمان فالاسوفاجس. فهيدي اكيد ما بدي اخذها هيك. هلا لارجع على حسناتها، لكن هل هي بتضعف؟ لا، مش انه بتضعف، ولكن هي شو عملت؟ رجلجت السكر بالدم، ما بتعودوا بتجوعوا بسرعه وبتاكلوا زياده. هاي هي الخبريه. هلا الخبريه اللي اكثر متداوله هلا اللي بدي احكي عنها، هل هي بتشيل لي اسيد المعده وبتخليني انه اذا عندي ريفلكس ما يقعد عندي ريفلكس؟ خلينا نسمع هون الفكرة. في ناس رح تكون بتفيدهم وفي ناس ما رح تفيدهم ستيفاني. هلأ هو أكتر الناس اللي بتفيدهم هن الأشخاص اللي هن عم يعملوا أسيديتي، عم يحسوا بالريفلوكس. انتبهي بس المعدة ما فيها كتير أسيد، يعني أوقات المعدة فيها أسيد أقل بس هن عاملين ريفلوكس. هول الأشخاص حطينا نحن زيادة لما ما يكون في أسيد نعمل ريفلوكس. إيه؟
فاذا هون زدنا الاسيد بالمعده ارتاحت المعده. اوكي. فهي هي الفكره. اوكي. بس في عندك اشخاص عاملين ريفلكس وفي اسيد زياده بمعدتهم، هل رح ينفعهم؟ خلي اتفق. بده يزيد. ما رح اوريدي في اسيد، ولا بيزيد ولا شيء، بس هو ما رح ينفع. اوكي. عرفتي؟ فاذا بس الواحد بيفكر انه هول قصص طبيعيه، ليش لا؟ بدك تجربي. Exactly. في عندك اشخاص جربوا، مش انه عم ناخذ ادويه وهيك. مزبوط. ففي اشخاص جربوا، هاي اللي بدي احاول اوصلكم اياه، رح يفيدكم ويريحكم من الاسيد، ولكن في اشخاص رح يزيد الاسيد عليهم. سو بليز هول انتم اشخاص ما تاخذوه. وكيف بنعرف؟ بنجرب. وكيف دائما قبل الوقعه الجسم ملعقه صغيره. مزبوط. اوكي. وهيدا اللي بدي اقوله بيطبق على الخل التفاح وبيطبق على الخل الثاني، فهي هيدي الفكره. اوكي. هلا فاذا هولي الاشياء بس هيك بدها تكون واضحه. اذا كترنا منه لا، بنكون عم نحط اسيد زياده ونحن منا مضطرين انه نكتر منه. هون برجع كمان لاسئلتك ستيفاني، هل اذا انا باخذ جامي او باخذ حبوب؟ مظبوط. هلا موجوده جامي محطوطه هي مع التيرميريك مع البلاك بيبر، مع في كومبينيشن اللي هي فيها موانع تاكسد كمان. رح ناخذ وقفه بنرجع بنتابع. لكن كنا عم نحكي مع رندا فهد عن خل التفاح وفوائد خل التفاح. سالتها اذا منيح الجاميز او الحبوب. مزبوط. هلا الحبوب حبوب يعني اكزاكتلي. سو ما رح بيساعدوا لكل هول القصص اللي قلتيهم، ولا ليش ناخذهم الحبوب؟ نحن فينا اذا ما كان متوفر دائما ستيفاني، وقت نكون نحن عم ناخذ حبوب بيكون الطبيعي الطازه منه متوفر عندنا من ميل. لا بيكون متوفر لانه في وين ما كان، بس في ناس بيخافوا هن وعم يشربوا يعني يصير عندهم هالحرقه والطعمه. فانا عم بحكي بيقولوا يمكن اذا اخذنا الحبه سيف اكثر. ففي اشخاص منه متوفر عندهم، ومنه متوفر هيدا اللي بدي احكي عن البلزاميك فينيكر كمان، منه متوفر المضبوط. هل انت عم تاخذي الخل التفاح المضبوط عم تشربيه؟ هل انت عم تاخذي البلزاميك المضبوط؟ اوكي. بيو اكزاكت 100%. ومشان هيك هون كمان وقت تاخذيهم مضبوطين بيبقوا شوي اغلى هن. ايه بس الطعم نفس الشيء رندا. صدقيني صدقيني جربي. ما هيك مش طيب يعني. اكزاكتلي. في ناس انا اي كانوت توليريت طعمه والريحه. جربت والريحه يعني اثنين. اذا مجربه الجامز، الجامز لا مش انت بتاخذي حبوب حسيت هيك؟ لا لا بس شفتهم بالفارماسي. نعم. بسالك سوري. فالجامز فيهم نفس الريحه بس هيك اللي انا بدي اقول والطعمة. يعني والطعمه يعني وقت انت عم تاخذي الجامز لكن انت مجربه راح بتصدق انا شمتهم يعني حدا شممني اياهم فبتحسي كل الطعم والريحه موجوده فيهم. بينما بالحبوب لا. بس بينفعوا؟ رح ينفعوا اكيد. مشان هيك الحبوب هيدي لشغلتين، اول شيء ما بتكوني انت عم تحسي بالطعمه، ما بتكوني انت عم تقرفي منهم، لانه بالنتيجه كل يوم كل يوم عم تاخذيهم رح تتضايقي. وبنفس الوقت هون ما بيعملوا حرقه، ما بيعملوا ريفلوكس، ما بيكونوا عم يضايقوا الاسنان والمحل البلع الاسيديتي 100%. مشان هيك الحبوب. هلا رح ارجع نحكي على الريفلوكس لانك رجعتي سالتي السؤال ستيفاني وكثير مهم. كثار من العالم عندهم هالمشكله. فاذا في ناس عم يرتاحوا منه وفي ناس لا. هل الدراسات 100% انه بناخذ الخل رح نرجع خل التفاح بيريحنا من الريفلكس؟ الدراسات منا 100% محسومه، ولكن نحن قلنا ليش فيكون عم يرتاحوا اللي عندهم اسيديتي اقل، ايه فيهم ياخذوا. فبرجع بقول جربوا، اذا كان نفعكم بيكون بجنن وما نفعكم بيكون مش لكم، بالعكس بضركم بيكون ما بناخده. هلا شغله ثانيه كمان مهمه من ورا اللي حكيتي ستيفاني، هيدا منو علاج يعني. أكيد. فاذا اسال حكيم. مزبوط. ومش يعني بس هيك، ما في يضلني اخده على طول. هيدا السؤال هلا كان بدي اسالك، قد ايه فينا ناخذ يعني تناكل مرتاحين كاربز وهيك كل الوقت على مدار السنه؟ فينا نشرب وكم مره بالنهار؟ يعني واحد اذا اكل كاربز عشيه الظهر والصبح بياخذ ثلاث معالق بالنهار؟ اكزاكت. فاخذ ثلاث ملاعق بلشوا يصيروا كتار. مين ما كان، فرضا انت انا اخذناهم اول شهر ثاني مش رح نزهق؟
بالاخر يعني واحد بحس انه زهقت يعني خلص هي زهقت نفس القصص. فاذا برجع بقول انه هيدا منه علاج، واذا انا ضل عندي ريفلكس والريفلكس تبعي هو مزمن اكيد هيدا منه علاجي. هلا ريفلكس له عده اسباب، الامراه الحامل تعمل ريفلكس، في اشخاص بوقت ستريس عندهم بيعملوا ريفلكس، في اشخاص الاكل تبعولهم والنوم ما بيكون منظم بيعملوا ريفلكس، لكن اذا عملناه نحن على فتره صغيره وكان هيدا عم نستعمله لفتره صغيره كان به وبجنن، بس اذا انا عندي ريفلكس مزمن، لانه الريفلكس المزمن معقول يؤدي لمشاكل كثير بقلب الجسم، ولا احكي انه المشاكل الماكسيموم بتصير مشاكل السرطانيه بالاخر اذا ما تعالج بعلاج مظبوط بعلاج الدواء. مشان هيك هون اذا كان مزمن زياره الطبيب هي كثير مهمه، عندي العلاج اللي الطبيب بده يعطيني اياه، وبعدين بكون عم شوف قديش انا بدي اخذ. طيب والبلساميك نفس الشيء مثل الخل التفاح؟ الاشياء اللي انا حكيت عن الخل هي موجوده بالبلزاميك، بس ستيفاني خل التفاح مش هو متوفر اكثر، وهيدا هو ما بتلاقي انه ما كثير كثير في انواع منه، بينما البلزاميك قد هو مخمر قد هو مزبوط قد هو مزبوط قد لقى عندي كثير انواع منه، مشان هيك خل التفاح عم يكون سيفر لنكون عم ناخذ. خلص وقتنا. Thank you, Randa. Have a blessed week. مشاهدينا وقفة ومنتابع لايف. أنا برجع بشوفكم على 11 مع شيف شربل بواتس كوكي.